عليكم، ازيكم دكاترة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتورة آلاء بكر، دفعة 2019 جامعة سينا. ان شاء الله النهاردة هتكلم شوية عن الاوبرتيف. المادة دي بتتكلم عن ايه؟ الادوات اللي انا بجيبها دي هستخدمها في ايه؟ وخصوصا الناس اللي لسه داخلة بري كلينيك والدنيا تايهة عندهم. الناس اللي في كلينيك تمام، هيبقوا عارفين كل الكلام ده، بس هتكلم بالاخص طبعا على شغل العملي والانسترومنت اللي انت هتجيبها في الكلينيك. انما كنظري اقول ايتمز سريعه كده في البدايه. فاولا ايه هي الايتمز بتاعتك اللي هتاخدها في بري كلينيك؟ هتاخدوا البين وهتاخدوا التوس ستراكشر، بتتكون من ايه؟ الانامل ودنتين وكل حاجه، قد ايه اورجانيك وقد ايه انورجانيك. وهتاخدوا التوس فورم، ازاي لما اجي اعمل ريستوريشن ارجع الاوكلوزال اناتومي، ارجع البروكسيمال كونتاكت، ارجع الكونتور تاني، ما ضيعش الحاجات دي. والتايبس اوف توس ليجن والكلاسيفيكيشن اوف كيرز، وده اغلب العملي، الشغل العملي على النقطه دي اللي هتكلم فيها ان شاء الله. وهتاخدوا طبعا البرنسبلز بتاع الكافيتي بريباريشن والريزيستنس والريتنشن فورم والانسترومنت اند انسترومنتيشن. تمام، ده بالنسبه للبري كلينيك. انما الناس اللي في كلينيك طبعا هتاخدوا البوزيشن والانفكشن كنترول، طبعا هتاخدوا كل المواد يعتبر، وهتاخدوا المويستشر كنترول، وهتاخدوا التمبر ريستوريشن، وهتاخدوا الاكزامينشن والدايجنوسز. وطبعا ممكن يختلف كل كورس من جامعه للتانيه، فانا مش هدخل فيه قوي، لان ان شاء الله ده هتدرسوه كده كده باستفاضه في النظري. فمبدئيا الاوبرتيف دي ماده ايه؟ اللي هو الحشو العادي. تمام، فانا عندي التوس بتتكون من حاجات هارد وحاجات سوفت. طبعا خدنا الكلام ده في الدنتيشن. ايه هو الهارد دنتال ستراكشر اللي في التوس؟ عندي انامل ودنتين وسمنتم. والسوفت دنتال ستراكشر اللي هو البالب. تمام، وفي حواليه نقسمنا سبورتنج ستراكشر اللي هو الابون والبردونتال ليجمنت. ده مش عايزاه دلوقتي. جيت انا اكلت حاجه، بواقي الاكل اللي فضلت في سناني دي عملت لي بكتيريا، البكتيريا دي طلعت لي احماض، الاحماض دي بدات تعمل لي التسوس. تمام، يبقى الكيرز بيجي منين؟ من الاحماض اللي طالعه من البكتيريا دي. تمام، ده الكيرز بينشا ازاي. فالاوبرتيف بقى هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان انا ازاي ادايجنوسس، ازاي اشخص، وازاي امنع بريفنت وتريتمنت لعالج الديفكت اللي افكتد على الايه؟ على الهارد دنتال ستراكشر اللي هو ايه؟ انامل او دنتين. تمام، سوبرفيشال لسه، انما يعني ممكن يبقى ديب كمان، بس ما يوصلش للبالب. اول ما يوصل للبالب يبقى انا كده دخلت من الاوبرتيف اللي هو الحشو العادي للاندو اللي هو حشو العصب. فيجي التسوس ده حصل لي في الهارد دنتال ستراكشر اللي هو انامل او دنتين، يبقى انا كده في الاوبرتيف اللي هو حشو عادي. تمام، في منه كلاسيفيكيشن، بيجي بقى في اماكن مختلفه فعملوا له كلاسيفيكيشن التسوس ده. اول حاجه كلاس 1، كلاس 1 زي ما انتم شايفينها في الصوره، كلاس 1 بيجي في البيت اند فيشر سيرفيس اوف اوكلوزال، في الاوكلوزال بتاع المولر والبري مولر. تمام، يعني بيجي في الجروفز، في الحتت النازله، الحتت النازله دي اصلا كده كده بتبقى البالب شويه بعيد عنها، فالبالب هورن طبعا بيبقى طالع عند القصبات. تمام، فالدنيا بتبقى لسه يعني ياخد وقت على ما يوصل للبالب. تمام، ده كلاس 1. كلاس 2 بقى زي ما انتم شايفينها في الصوره برضو، ان هو بيجي في البروكسيمال سيرفيس، البروكسيمال بتاع السيرفيس بتاع الايه؟ المولر والبري مولر برضو، بس ده اكتر حاجه، اكتر الكلاسات اللي ممكن تدخل اندو عصب، لان بتبقى طبعا جت ناحيه البالب هورن فبتبقى قريبه من العصب. تمام، اللي هو بيبقى بوكس شيب كده في الجنب، في الميزيال او الديستال. وطبعا كلاس 1 ده ممكن يبقى فيه منه او الكيرز زاد شويه، يعني هو في الجروف اهو يجي يزيد شويه فيعمل اكستنشن، ممكن يعمل اكستنشن باكل او اكستنشن لينجوال او بلد. تمام، ده كده قبل كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 3 اللي هو بيجي تريانجلر بروكسيمال، بيجي شكله كده في الجنب على شكل ايه؟ تريانجلر. تمام، الكلاس 4 بقى ده يعتبر مش كيرز بسبب كيرز ولا حاجه، هو بيبقى يعتبر فراكشر في توس انجل بتاع الانتيريور تيس. تمام، بس هو يعتبروه ده كلاس 4. كلاس 5 ده بيجي في ال السيرفايكال سيرد، السيرفايكال 1 سيرد تحت بتاعت كل السنان. تمام، بيبقى على شكل كده هلالي.
زي ما انتم شايفين في الصور. يبقى احنا كده عرفنا الكيرز بيحصل فين والكلاسيفيكيشن بتاعته واللي بيحصل ازاي، تمام؟ فايه هي بقى، هنيجي هنشيله، يعني هنشيله وبعدين نحشي، هنشيله ازاي؟ الادوات بقى اللي انت هتستخدمها في هتحتاجها في بري كلينيك، هتحتاج طبعا كونترا لوز بيد وبيجي معاه الموتور والواير بتاعها، يفضل بوش اللي هي مش كي، الكي ممل شويه. هتحتاج البريت طبعا انفرتد وزي اللي في الصوره، وراوند في منها سايزات، وفيشر تجيب من كل سايز مثلا، يعني الراوند تجيب سايزات مختلفه، صغير وسط وكبير. الفيشر برضو في طبعا من كل حاجه، في كاربايد وفي دايموند، ده شكل الكاربايد كاربايد بير، وده شكل الدايموند بير، تمام. هتحتاج البراد دي اللي بنركبها في الكونترا عشان تشلي التسوس اللي حاصل ده، تمام. الانفرتد دي بتبقى نهايتها يعني زي دي كده، زي دي يعني اللي هي كده، تمام، فبتيجي بتساوي لي الفلور. انما الفيشر دي بتعمل لي الوول، بتظبط لي الوول لانها بتبقى طويله كده ورفيعه، تمام. الراوند دي بقى بتشلك الكيرز معاك، هي يعني احسن بير بتستخدمها في البدايه. والدايموند الكاربايد بيبقى مشرشره كده شويه، الدايموند بتبقى ايه، تحسها حاجه مخشنه كده شويه، تمام. هتحتاج قست اكريل، قست البنا زي اللي في الصوره، واكريليك تيس، وهتحتاج بروب وتويزر، تمام. وهتحتاج طبعا كده الحاجات دي اللي هنشيل بيها، وهحط لكم فيديو في الاخر ازاي بيحصل عملية ان انا الكيرز يتشال، وازاي بعد كده احط الحشو. وهتحتاج طبعا الريستوريشن بقى اللي انت هتحطها، الحشوة اللي انت هتحطها دي هحط ايه بقى، انا شلت خلاص بالبرات واللي هتحط في الكونترا، شلت الحاجات دي خلاص، تمام. هاجي اعوض بقى، هعمل ريستور للحاجه دي، هحط ايه مكانها، هحط يا اما امالجم يا اما كومبوست. الامالجم ايه ادواته؟ الامالجم دي كبسولات كده بتيجي فيها ماده الزئبق وفي باودر، بيحصل لهم ميكس في الامالجاميتور ويطلعوا لك حاجه كده عجينه شويه، وتعمل لها كوندنسير، تدخلها في الكافيتي لير باي لير وتعمل لها كوندنسيشن، وبعد كده كارفنج، تمام. يعني فانا عندي بقى إيه، لو هعمل امالجم هحتاج كبسولات امالجم في البري كلينيك، هتحتاج كبسولات امالجم، هتحتاج امالجم كارير. الامالجم كارير ده اللي بعد ما تشيل كبسوله الامالجم من الامالجاميتور بتحط الامالجم كارير فيها ويشلك، يعني ايه زي الحقنه كده زي اللي هو في الصوره ده، بيشلك جزء وجزء، تمام، ويحطه لك في قلب الكافيتي اللي انت عملت له بريبريشن. وعندك الكوندنسر، في منه سايزات، في منه صغير وكبير، وفي منه سيريتد ونون سيريتد. الفرق ما بينهم ان السيريتد ده بستخدمه في السيريتد بستخدمه وانا بعمل كوندنسيشن للامالجم مثلا للريستوريشن، انما النون سيريتد اللي هو سموز ده بعمل بيه كوندنسيشن للسيمنت تحت اللي هو البيز اللي تحت، تمام. وعندي بول بيرنشر، يبقى انا جبت الامالجم كارير اللي في الصوره، خدت بيه امالجم حطيت في الكافيتي اللي انا حضرته، عملت بالكوندنسر كوندنسيشن يعني كده نظام ان انا بضغط، تمام. وجبت خلصت الكافيتي اتملى، بعمل بالبول بيرنشر برسم كده يعني على خفيف الاناتومي بتاعي، وبعد كده سيبه يحصل له يعني ينشف شويه، وبعدين ابدا بالكارفر الاناتوميكال كارفر، اعمل كارفينج بقى، تمام. ولو عندي بقى كلاس 2 اللي احنا قلنا عليه اللي هو الصوره دي اللي هي فاتحه في الجنب في المولر في الجنب، يبقى انا كده هحتاج حاجه تسند لي عشان اعرف احط الحشو، فاحتاج ايه، ماتريكس هولدر وماتريكس باند. دي بتتركب زي في الصوره كده، بتركب الباند دي بتتركب في الهولدر على شكل السنه ويتقفل عليها بالسكرو، وبعد كده ببدا املا البوكس الاول، البوكس اللي هو ناحيه البروكسيمال، وبعد كده ابدا اعمل املا الكافيتي نفسه،
تمام، يبقى انا هحتاج الماتريكس هولدر وماتريكس باند والويدج ده اللي بنحشر بيه الباند، تمام، زي اللي انتم شايفينه في الصورة، في منه بلاستيك وفي منه خشب. لو بقى جيت هحشي كومبوزيت الانتيريور تيز، طبعا مش هحط امالجام، الامالجام ده حاجه لونها سيلفر كده زي ما انتم شفتوها، هحط حاجه استاتيكالي، فهحط كومبوزيت. الكومبوزيت بيحتاج ايه؟ بيحتاج ان انا اعمل له اتش اللي هو السيرنج اللي بتطلع ماده زرقاء كده، اسيد اتش، وبعد كده هحتاج ان انا احط بوند وبوند براش. ممكن دول بقى تشتركوا فيهم انتوا وزمايلكم، مش كتير هتستخدموهم او في البري كلينك، الا لو هتجيبوا وتستخدموا في الكلينك والبري كلينك الاثنين يعني مع بعض. وهتحتاج السيلولويد ستريب، ممكن السيلولويد ستريب دي حاجه شفافه كده زي اللي في الصوره، حاجه شفافه خالص زي الماتريكس باند بس دي شفافه بلاستيك للكومبوزيت، واللايت كيور ده اللي بينشف لك الكومبوزيت، تمام. وطبعا النابكن والجلافز ده الادوات اللي انت هتستخدمها، عرفت الكيرز بينشا ازاي، مش هاخد في اي حاجه، انا عايزه بس معلومات سريعه بس تبقى عارف الدنيا فيها ايه، الادوات اللي انت بتحتاجها. نخش بقى على ادوات الكلينيك واستخدام كل اداه في ايه. عندك في كلينيك طبعا هتحتاج تجيب الكونترا الهاي سبيد، في منها انواع كتير، مش شرط احسن نوع ولا يعني عادي، وكده لو باظ مثلا ممكن اللي يبوظ فيها الكارتليج فبتحتاج تغيره، فعادي كأي كونترا. وهتحتاج طبعا بريت كاربايد ودايموند، وهتحتاج لارج راوند بير، الراوند كبيرة عشان لو في ديب كيرز ازاي هو اللي هيساعدك، يعني طبعا لازم لو في ديب كيرز لو نزلت براوند صغيره هتعمل اكسبوجر، فهتحتاج لارج راوند بير، وهتحتاج سمول طبعا سمول راوند بير وميديوم، وهتحتاج طبعا انفرتد وفيشر كاربايد ودايموند، يعني من كل بير هات لك اتنين كده ولا حاجه. وفي طبعا الانفرتد فيشر بير دي جميله جدا، دي احسن بير ممكن تستخدمها يعني. وطبعا هتحتاج اللايت كيور، وهنحتاج دايجنوستيك كيت، هتجيب مثلا ميرور وبروب وتويزر. الميرور جيب نوعين مثلا، جيب اتنين ميرور مثلا نوع نضيف شوية عشان لو ما تيجي تشتغل اندايركت تبقى يعني شايف كويس، مش كلهم باكستاني يعني. بروب في منه اشكال كتير طبعا هتدرسوها برضو، والتويزر في منه لوك بيقفل وفي منه ما بيقفلش، فجيب اللي هو اللي ما بيعملش اللوك احسن. وهتحتاج اكسكافيتور، جيب شارب زبون اكسكافيتور، ده استنضف فيه يعني ادفع فيه مش مشكله، لان هو هيساعدك قوي كل ما يبقى شارب، بلاش النوع الباكستاني في الاكسكافيتور، او جيب كده وكده يعني واحد او اتنين نظيف واتنين باكستاني. والتشيك ريتراكتور عشان لما تيجي تصور شغلك ان هي كل الحاجات دي زي ما هي في الصور كده، تمام. وهتحتاج طبعا امالجام كيت اللي هي اللي انت بتحتاجه ايه، بتحتاج امالجام كارير كان معاك طبعا في البري كلينيك، هتجيب كمان يبقى عندك من كل حاجه اقل حاجه اتنين. هتحتاج كوندنسر سايزات مختلفه من كل حاجه برضو اتنين، يعني سايز صغير اتنين وسريتد طبعا وسموث، تجيب تبص على الناحيه ناحيه سموث وناحيه سريتد، او تجيب واحد كده واحد كده. وتجيب البول بيرنشر سايز صغير وكبير، وبعد كده الاناتوميكال كارفر، وهتحتاج برضو منه اتنين ولا حاجه، والماتريكس هولدر والماتريكس باند، تحتاج لك برضو اتنين هولدر وباند كيس، تمام. والوجات خشب او بلاستيك زي الصوره كمان. هتحتاج ايه تاني؟ هتحتاج سيرنج ميتاليك سيرنج، هتجيب منها اللي هي اسبيريتد اللي فيها اللي فيها هوك كده بيدخل في الكربون ده، لان لما تيجي تشتغل في السيرجري لازم، عشان لما تيجي تعمل اسبيريشن ما تخشش في نيرف وتحقن، تمام، ف
فجيب السيرنج اللي بيبقى فيها اللي فيها هربون، تمام. الهربون ده بيعشق في القربولة في الحتة البلاستيك او الاستريتش شوية كده في القربول، فبيعشقوا في بعض فبيبقوا ماسكين، تمام. فجيب النوع ده، جيب لك مثلا 2 3 سيرنج يفضلوا معاك طول الترم، واناتوميك بتاع ده انستيتيك كاربولز هتجيب في منه اللي فيه ادرينالين اللي هو لونه اخضر، وفي منه اللي هو نون ادرينالين اللي هو بيبقى لونه احمر للناس اللي عندها الضغط والسكر، فانت هتجيب من ده يعني الاكتر اللي فيه ادرينالين، وما تكترش عشان الديت اوف اكسباير. و في منه اسباني وفي منه مصري، مش عارفه الاسباني لسه بينزل ولا لا. وهتجيب نيدلز لونج وشورت نيدل، اللونج هتستخدمه اكتر طبعا في الورتيس، وده ممكن تجيبه انت وحد يعني اللونج والشورت نيدل العلبتين تقسموهم. والبيز واللاينر هتحتاجوا ايه تحت كبيز ولاينر؟ هتحتاج جلاس ايونمر، ده هتستخدمه تحت الكومبوزيت في الغالب، في اغلب الحالات بيستخدم تحت اللي هو زي الصوره. والزنك والكربوكسيليت اللي بستخدمه تحت الامالجم، والكالسيوم هيدروكسيد في منه لايت كيور زي ده، وفي منه تو بيستس ده اللي بستخدمه تحت الامالجم تو بيستس، انما اللايت كيور ده بستخدمه باينر لايت كيور بستخدمه تحت الكومبوزيت. ولو حابب تجيب الفلور والكومبوزيت هيبقى حلو قوي معاك في الشغل. الادوات الباقيه يعني اللي يعتبر هتحتاج الامالجم، طبعا في منها انواع امالجم، انواع كتير خالص، اشكال كتير، فجيب منه مثلا ما تكترش برضو عشان في اوقات بيحصل له اكسبايرد وبيفرول كده. والكومبوزيت في نوع اللي هي الكيت اللي هي بتاعت تي اكونوم، اغلبنا كنا بنجيبها في 3 ام على حاجه، والبوند والاتش طبعا زيهم بيبقوا كيت على بعضها، والبوند براش طبعا. وهتحتاج عشان تشتغل في الكومبوزيت رابر دام كيت. الرابر دام كيت دي اللي هي زي اللي في الصوره دي، في منها الشتات الاول، الشتات اللي هي زرقاء، وفي منها الوان كتير. هتحتاج دي عشان هتشتغل في الكومبوزيت عشان الايزوليشن، الشتات والفريم. الفريم دي اللي هي اللي شكلها دي اللي هي في الصورة، البانشر اللي هو الخرامة، تمام، والكلامس اللي هي بحطها على التوس، ودينتال فلوس، والفورسبس اللي بمسك بيها الكلامس عشان اركبها في قلب التوس، تمام. دي الرابر دام كيت، وهوريكم ازاي بتركب دلوقتي في الفيديو ده. وهتحتاج بقى سيلولويد ستريب، وهتحتاج تيمبري فيلينج وكوتون تيمبري فيلينج وجلاس سلاب عشان اعمل عليه السيمنت ميكس للسيمنت، وهحتاج سيمنت سباتولا عشان اعمل بيها الميكس، وهحتاج كابس عمود كوبايات، وهتحتاج رابنج اللي بعمل بيه راب اي حاجه ايدي هتلمسها اثناء الشغل عشان الانفكشن كنترول، وهحتاج نابكن ونابكن هولدر، نابكن نفرش ونحط عليه ادواتنا، ونابكن هولدر بنحطها للبيشنت، بنحط له نابكن هنا ونحط له نابكن هولدر بيمسكها زي الصوره دي. وهتحتاج قطن وقطن رول وجلوفز والماسك والشيلد لو حابب تلبسه، الاغلب في زمن الكورونا يعني حاولوا تحافظوا. والاوفر جلافز طبعا، الاوفر جلافز ده بلبسه تحت الجلافز لو هو فيه باودر، يعني حاول تبعد عن الباودر. الناس اللي بلبس اوفر جلافز وبلبس فوقه جلافز، ولما اجي اجيب اي انسترومنت محتاجاها بلبس فوق الجلافز اوفر جلافز عشان ما المس اي حاجه واعمل اسبريد للانفكشن، تمام. وطبعا عندي استراليزيشن باك دي اللي بحط فيها الادوات عشان تدخل تتعقم، والاستكشن بشفط السلايفا من بق البيشنت، والاير ووتر تيب دي اللي بنشف بيها وبحط بيها مكان الكاميرا.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات كي يصلكم كل ما هو جديد ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.